السلام عليكم شباب، معكم أمين في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. قبل بداية الفيديو كنشكركم بزاف على التفاعل والأسئلة الكثيرة ديالكم، وبطبيعة الحال في إطار الإجابة والترحيب بأسئلتكم جاني واحد السؤال بزاف، اللي هو القيمة المالية للنزال اللي غادي يدور بين المغربي جمال بن صديق والهولندي ريكو فيرهوفن. بالنسبة للقيمة المالية حول هذا النزال، فحزام غلوري كيتراوح ما بين 100,000 دولار أمريكي إلى 250,000 دولار أمريكي، يعني من 100 مليون سنتيم مغربية حتى 250 مليون سنتيم مغربية، هو عدد كبير. وبالنسبة للنزال ريكو وجمال، فغادي تكون القيمة المالية دياله هي 250,000 دولار أمريكي، اللي هي 250 مليون مغربي، نظرا لقيمة الحزام وخاصة في الوزن الثقيل اللي كتعتبر القيمة المادية دياله مرتفعا شيئا ما عن الأوزان الأخرى. أنا عارف هاد القيمة المالية غادي تجيكم كبيرة بزاف، خاصة إلا ضفنا لها أرباح أخرى مثل القمار إلى غير ذلك، فغادي توصل حتى 500 مليون سنتيم، أي 500,000 دولار أمريكي. بالنسبة لهذه القيمة فهي كتعتبر متدنية جدا إلى قارناها مع بطولات الملاكمة أو القتال المختلط. فمثلا المقاتل أو الملاكم في رياضات الملاكمة والقتال المختلط MMA في بطولات كبيرة بحال UFC أو بطولات الملاكمة الاحترافية، فهو يعني كما قلت لكم مبلغ قليل جدا، لأن المقاتل أو الملاكم في البطولات الكبرى كيطلب في النزال الواحد حتى 15 مليون دولار أمريكي، يعني 15 مليار سنتيم مغربية اللي كيطلبها. يعني إلا قارنا 15 مليون دولار مع القيمة المادية لغلوري، فغلوري كتبان لنا أنها متدنية جدا، يعني أرقام خيالية ولات في عالم القتال، خاصة في الملاكمة والقتال المختلط، لأن الكيك بوكسين حاليا كيتعتبر يعني كقيمة مادية قليلة شيئا ما عن البطولات الأخرى. لذلك فالملاكمة كتصنف في المراتب الأولى والقتال المختلط في المراتب الثانية، أما الكيك بوكسين فكيجي كقيمة مادية في المراتب يعني متدنية شيئا ما. كنتمنى الامور تكون وضحات. الى عجبكم الفيديو والفيديوهات اللي كندير، فما تنساوش تدعموني بالضغط على زر متابعه القناه وايضا زر الاعجاب. شكرا على متابعتكم، الى اللقاء.